اهلا بحضراتكم من جديد. ولما بنتكلم بقى في بدايه سنه جديده، طبعا كلنا متابعي السوشيال ميديا بشكل عام، ما هيفتحوا اليومين دول بقالنا كام سنه كده، بقالنا كام يوم يعني، وبقالنا كام سنه فعلا الموضوع ده بيتكرر. في ترند غريب جدا يا جماعه، الترند ده بيبقى كله كده حاجات سلبيه وحاجات تشاؤميه جدا جدا. الناس كلها للاسف بتذم في السنه اللي عدت. ده دايما ما فيش سنه كده بنقول دي سنه كانت لطيفه وجميله زي ما، وبتستعطف طبعا السنه الجديده ان هي تبقى سنه سعيده وسنه كويسة وسنة نحقق فيها كل أمنياتنا. عايزين نعرف ليه يا جماعة السلبيات دي كلها، يعني بجد، يعني هل كل واحد شايف إن سنة 2018 كانت وحشة ما كانش فيها معقول حاجة حلوة خالص، ولا إحنا دايما للأسف بنبص بس زي ما إحنا متعودين لنص الكوباية الفاضي، يعني لو في كام حاجة عملتها حلو بس كان في كام حاجة وحشين، للأسف إحنا بنفتكر الوحش وبنفتكر الحاجات السلبية أكتر ما بنفتكر الحاجات الكويسة، وده مش حلو لصحتنا ولينا وللناس اللي حوالينا ولكل حاجة. طيب خلينا نطلب بقى من سنة 2019 إن هي تبقى سنة سعيدة ما فيهاش سلبيات كتير. نعمل ايه عشان نحقق السعادة دي؟ نعمل ايه عشان لو حد عنده حلم معرفش يحققه السنين اللي فاتت يبدأ السنة دي والنهاردة يبدأ بداية جديدة وبداية ان شاء الله تبقى سعيدة؟ ازاي نخطط لكل ده؟ ازاي نخطط عشان 2019 تبقى سنة حلوة بجد؟ هنعرف كل ده النهاردة بالتفصيل مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، خبير التطوير الذاتي استاذ محمد شاكر. اهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الورد طيبين. صباح الورد يا محمد وكل سنة وانت طيب. واحنا فعلا لاحظنا انه مش بس السنه دي اتكتب كده، ده كل سنه يقول لك والنبي 2018 خش برجلك اليمين. أيوة. خلصت 2018 والنبي 2019 خش برجلك اليمين. تراكم السنين وطريقه استراتيجيه التفكير بالمنظر ده خلقت ناس مش عارفه تشوف اصلا اي حاجه حلوه، يعني حتى اللي عمل حاجه حلوه مش كده ومش هتشوف حاجه حلوه. طب ايه بقى؟ لا احنا عايزين انت قلتي صح جدا يا معلم. هي طريقه التفكير. هي السنه اللي هي بتيجي بحاجه حلوه ولا هي بتيجي بحاجه وحشه، ولا بتدخل برجليها اليمين ولا بتدخل برجليها الشمال، وهي سنه 365 يوم متقسمين على 12 شهر، كل شهر تقريبا 4 اسابيع وهكذا. اللي بيحصل ايه بقى، وحته برضو الترند، الناس عايز تكتب اي حاجه وخلاص، عشان والسلبيات اكتر دايما تحسنا كده بنحب الدراما، دور الضحيه المحبوب عند معظم الناس اللي حوالينا، ما بيحبوا بيعشقوا ان انا مظلوم. انا ما ده راجع لايه يا محمد؟ يعني انا يعني ساعات بعتقد ام بعض اسرح كده وافكر في الموضوع، بقول ان دور الضحيه ده سببه الدراما اللي احنا تربينا عليها، ان انت دايما بطل العمل هو اللي بيعظموا فيه قوي هو الضحيه، فبالتالي انت كنوع من المحاكاه والتوحد مع دور البطل ده، انت كمان حاسس ان انت لازم تبقى ضحيه عشان تتقدر، عشان هو ده اللي الناس بتحبه، وهو ده اللي الناس بتطبطب عليه. ايوه، وهو ده اللي الناس بتيجي تتكلم معاه وشد حيلك، وانت بس دي حاجه مثيره للشفقه قوي، هو الظروف سوبافاتيك يعني. اوكي، بس المعظم بيعمل كده. دلوقتي زي ما في، يعني انا عندي على الفيسبوك مثلا، زي ما بشوف ان الناس عماله بتشتم في 2018 وتذم فيها وتمهد للمصايب بتاعه 2019، في جزء تاني من العالم من الكون بيتكلم ان الحمد لله 2018 كانت سنه ستر وسنه صحه وسنه فيها حاجات حلوه وسنه كان فيها فرص. فهي السنه ما كانش فيها، هي السنه ما بتجيش بحاجه، هي السنه بتيجي انت اللي بتعمل فيها الحاجه كانها ورقه بيضه وانا اللي بعمل فيها. طب ما تيجي بقى ندخل في الموضوع كده، ورقه بيضه، يعني احنا في اول يوم ورقه بيضه، المفروض اعمل ايه؟ ايه الخطط او ايه البوينت او التيبس اللي انا امشي عليها عشان فعلا ابدا؟ احنا لسه هنلحق اهو الحمد لله، احنا في اول يوم. طيب نقول ايه للناس التوب، يعني الحاجات المعروفه قوي. هنقول حاجات والناس هتعملها وهتكتب وهتسيب الورقه في الدرج ومش هتعمل اي حاجه، وده اللي بيحصل في كل سنه، في كل جدول مذاكره، في كل بدايه ترم دراسي، وهنذاكر من اول الترم، صح ولا لا؟ انت كده بوظت لنا الحجره بتاعتنا. بس مش عايزين نتكلم كلام. بس ده حقيقي، انا معاك ان احنا دايما بنحط لنفسنا حاجات وديدلاين وهعمل وهسوي وما بنعملش اي حاجه. طيب خليني اسالك سؤال وتعالوا نحطه بارقام. لو انا عايز في خلال شهر دخلي مثلا يكون وليكن 3000 جنيه مثلا، جميل، وانا عندي امكانيات معينه، عندي ظروف معينه، عندي عقليه معينه، ايا كان، انا كل اللي هقدر اعمله علشان اشتغل عشان اجيب في الاخر كام؟ 3000 جنيه. صح. طب لو انا بنفس العقليه، لا انا بشتغل عشان دخل الشهر يوصل 30000 جنيه، هلاقي نفسي بشتغل شغل مضاعف، تفكيري بيجي بشكل مضاعف. هي الفكره كلها ان معظم الناس لما بتيجي تفكر في اهداف او في احلام بتحلم على قدها قوي قوي،
اللي هو انا قد كده. بس حلو يا محمد ان الواحد ما يطمعش في حاجات كتيره، يعني احلم على قدي. اطمع بجد، بس لما اشتغل اشتغل على قدي. يعني لا ايه؟ لا تاني. وانت بتحلم حلوه بقى النقطه دي، وانت بتحلم اطمع قوي. خليك طماع جدا. صح. بس وانت بتشتغل اشتغل على قدك، لانك مش من اول شغل هتوصل للي انت طماع بيه. صح. خلينا نقول ان الاحلام المتواضعه دي بتبقى انديكيشن او دلاله على ان انا جاهل بقدراتي، يعني انا جاهل بان انا انسان واقدر احقق وما عنديش معرفه. يمكن انا في البيزنس عندنا بدا مصطلح يظهر اسمه عماله المعرفه ومؤسسات المعرفه. ده عباره عن ايه؟ هديكم مثال عشان الموضوع يبقى بسيط للناس اللي شايفانا. انا كنت لسه بتكلم مع شخص معين قرر ان هو يسيب الشركه اللي هو شغال فيها لبعض المشاكل ويشتغل حر في نفس المجال اللي هو كان بيشتغل فيه. أوكي. تمام. وكان بياخد راتب معين. بقاله 3 شهور سايب الشركه، يوميا بيجيله تليفونات من ناس جوه الشركه عايزينه يرجع بضعف المرتب، باكتر من ضعف المرتب. طب ليه؟ هنا الراجل ده او الشخص ده هو وصل ان هو بقى تقيل مهاريا ومعرفيا. بعد ما اشتغل هو عمل بيزنس خاص بيه في نفس المجال. تمام. اوكي. بس هي الفكره ان هو من قبل حتى ما يعمل بيزنس خاص بيه هو لما خرج الشركه خسرته. لما اجي اقيس نفسي دلوقتي في شغلي او ايا كان، انا لما هخرج من شغلي انا اللي هخسر ولا المكان اللي هيخسرني؟ هنا بتفرق قوي، لان في ناس بتدخل مكان وتخرج منه بعد 10 سنين زي ما هم. صح. عادي، هجيب واحد بقى اقل من مرتبك هيعمل نفس اللي انت بتعمله. انما في ناس بتقعد، يعني اللي انا بقول لكم عليه ده كان بيقعد يذاكر شغله، يذاكره، يعرف ان هو لو كلم العميل قال له كذا، العميل رد عليه قال له كذا، هيجهز رد عامل ازاي. انت بتتكلم كله خاص بالانسان نفسه طبعا، يعني انفست في نفسي طبعًا. انا مش في اي حاجه تانية عشان انا اللي هفرق. طب محمد، انت ايه البديل بتاع الورقه اللي هتتحط في الدرج او هتترمي او الجار اللي بنعمله بتاع الامنيات؟ ايه البديل بقى؟ قبل ما اكتب وقبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما احط اي خطط غير مطابقه لامكانياتي ولظروفي ولحلمي، هتبقى فاشله في الاخر. ابدا افكر انا هنا عايز ايه اللي اغيره. انا شايف 2018 وحشه ليه؟ عشان حاجات انا عملتها ولا عشان حاجات رد فعلي ليها كان بشكل معين؟ مثلا في كلنا بناخد قرارات غلط. صح. فدي حاجات غلط احنا بنعملها. تمام. أوكي. وفي حاجات بتتعمل فينا ما لناش سلطه عليها، بس لينا ايد فيها. بس لينا ايد في رد فعلنا فيها هيكون ايه. رد فعلي انا، لكن في حاجات بتحصل غصبا عني دي بتاعت ربنا مثلا. رد فعلي، لكن رد فعلي انا اللي اقدر اتحكم فيه. رد فعلي تجاهها. أه. في مصيبه حصلت، في كارثه حصلت، انا رد فعلي تجاهها هيكون ايه؟ كل الخطط اللي ممكن اللي بتتعمل مفيش خطه بتمشي بنسبه 100% بشكل صحيح، دايما بيكون في زي هامش للظروف. هامش لان في حاجه ممكن تتلخبط. اقول لكم مثال. لسه من فتره قريبه كنت مسافر بلد بره مصر يعني، وكان المفروض معادي هناك هوصل 8:30 صباحا وعندي مواعيد الساعه 10 11، عندي مواعيد. انا وصلت الساعه 5 المغرب. اوف. حصل مشكله في الجو والشبوره، الطيران اتاخر. فهنا دي حاجه انا ماليش سلطه عليها. طب اقعد يا طيران والتاخير واقعد اعيط واكتئب واعمل والسفريه كلها. يبقى انت هتجذب ليك مزيد من العطله بشكل اخر، مش اشكال اخرى. بالظبط. واللي جنبي هلاقيهم بيتكلموا في ايه؟ هيفتحوا نفس الموضوع. صح. وتولولوا بقى. أيوة. جماعه الولوله بقى. اللي هو يقول لك جروب ثيرابي. على فكره احنا بنعمله بالعكس، جروب ثيرابي. مش كده ولا ايه؟ يعني جروب عياط وجروب نكد والصحبات يتكلموا مع بعض. ايوه. فانت هم فاهمين، هم كده بيواسوا بعض. يعني انت عمال تنزل في الحفره اكتر، بس اكتر واكتر، وبتردم على نفسك، بتردم على ايديا. يا لهوي، ده انت. أيوة. ده انت مش عارف تطلع شجره حتى من الحفره خالص. قبل يعني واحنا بنعمل الورقه دي، بس نقتنع تماما ان كل حاجه بتحصل لنا هي خير من ربنا، حتى لو انا شايفها قمه الشر. دي فلسفه مهمه قوي 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 جدا. تمام. مهمتي بقى ان انا لو مش عايز ادور على الخير في الحاجه الوحشه، ادور على الخير في غيرها. اوكي. اختياراتي انا، مع اني ممكن ادور على الخير في الحاجه الوحشه نفسها. طبعا. بس ماشي، ممكن بس مش هيظهر لي دلوقتي، ممكن الناس يظهر كمان سنتين 3 4 5 اقول والله الموضوع اللي حصل ده كان خير ليا دلوقتي. صحيح. بس انا ما كنتش اعرف، لان انا انسان دماغي وتفكيري قاصر غير ربنا عز وجل اللي مقدر طبعا. كل حاجه طبعا. طبعا. تمام. طيب هنبدا بقى نحط الورقه الاهداف. صح. قبل ما نحط الاهداف انا عندي سيستم كده بشتغل دايما في الكورسات والجلسات بتاعه التخطيط. سيبك من اي كلمه اهداف، سيبك من كلمه اهداف عشان الناس بتخاف منها. حط انت نفسك في ايه؟
نفسك ايه اللي يحصل؟ ومش في 2019 انا عايز اقول لك كلمه اهداف دي ممكن تشيل لي تفكيري. يعني تحس ان هي كبيره كضخمه صح؟ تخليني بلوك بلوكس يعني اللي هو نعم اعطل يعني اعطل ايه اهداف عايز اعمل ايه يعني؟ طب لو قلت لك يعني نفسك تعمل ايه؟ ايوه اللي هو لا خليها نفسي صحيح نفسك تعمل ايه؟ وبراحتي ما تزنقنيش مش كده؟ واحيانا بقى بستفز عقليه الشخص اقول له ايه؟ حط 100 حاجه نفسك فيها 100 حاجه ده وفي الاخر يكتب ايه؟ ثلاث اربع حاجات ودماغه تعب يا عيني مستخسر في نفسه او مستبعد مبدا مهما كان هدفك كبير انت اكبر. طيب عندي هنا سؤال أكبر. يا محمد ده حاجه ثاني بس هنا عندي سؤال ركز بس على الحته دي مهما كان هدفك كبير انت أكبر. انت اكبر من الهدف لانك لو شايف الهدف اكبر منك مش هنا انا طلعت من الحته دي بسؤال لازم اساله بقى عشان ده اهداف وتخطيط دلوقتي تقول مهما هدفك كبير انت اكبر وفي نفس الوقت في ناس ثانيه تقول لك زي ما انت بتقولي من شويه لا احلمي كتير قوي وحطي لنفسك اهداف كتير عشان تقدري تعمليها وفي ناس في نفس السياق بتقول ان انت لازم لان انت لو حلمت كذا حلم او لو حلمت احلام كبيره قوي مش هتعرف تحقق منها حاجه او هتشتت صاحب بالين كذاب زي ما بيقولوا كده فانا لو حطيت بدل الهدف هحققه في الفتره دي لو حطيت 3 4 10 اللي انا نفسي فيهم فعلا مش هحقق ولا واحد فيهم ده صح ولا ده الصح؟ طب اسالك انا سؤال بقى انت حياتك كلها شغل؟ لا طبعا في حاجات تاني في حياتك؟ اكيد زي يعني عندي دراسه عندي عيله عندي صحاب يعني وشغل طب وليه مش مشتته في الحاجات دي ما تخليها كلها شغل عشان تقدري تنجزي فيه طب انا بقى ما عنديش حاجه تانية الا الشغل بنام واصحى عشان انزل تاني وانام بدري عندي عقده مفيش قرايب عندي قرايب عندي عندي السوشيال ميديا واصحاب وكل حاجه موجوده السوشيال ميديا احنا كلنا عندنا اكتر من حاجه تمام التركيز على شيء واحد فقط بيلغي التوازن من باقي الحاجات فيخليني مش عارف اصلا اركز في الحاجه دي شفت بقى تمام استنى انما الفكره في ايه استنى عشان انت كده لخبطتني انا لو عندي اكتر من حاجه هقدر اعمل اهداف فيهم وهقدر اوازن فيهم فاللي بيقول لك صاحب بالين كذاب احنا اصلا عندنا 100 بال مش بالين بس انا عندي هدف صحي بروح الجيم وباكل اكل مش عارف ايه وبشرب اكل ايه وعندي هدف ان انا اشتري لبس وابقى شكلي شيك وعندي هدف ان انا بس عايز اقول لك اقول لك على نقطه في موضوع البالين دي ممكن عشان نوصل للكونكلوجن يبقى برضو يعني مرضي لجميع الاطراف اما انت بتقول انا هركز في حاجه واحده بس شغلك مثلا ماشي. شغلك طب ما هو شغلك ده عشان تحقق فيه اهدافك في حاجه في ملفات بالتوازي لازم تشتغل عليها فهتلاقي طبيعي من ضمنها ايه العيله والرياضه والسوشيال ميديا والاجتماعيات كله شبكه في كله شبكه اتس نتوركينج مفيش حاجه اسمها ركز في حاجه واحده بس والغي بقيه حياتي ما هي الحاجه الواحده دي جواها كومبوننتس وتفاصيل بالظبط لا وحتى يعني مثلا مكالمات العيله والقرايب وبتاع ما دي مالهاش علاقه بشغلي قوي بس بعملها فبتعمل التوازن بس بتحسسني براحه نفسيه بتحسسني ان انا ليا عائلتي بتحسسني انه في تواصل ايجابي بتحسسني ان انا موجوده عايش حياتي كلها صح. متكامله صح. مش ملغي في حته معينه طبعا. صح دي بتبقى صعبه جدا التركيز في شيء واحد فقط في حياتي او مجال واحد فقط مهما كان تفاصيله ده مش ده اصلا مش موجود ولو حد فكر ان هو يعمله مش هيعرف يستمر فيه تمام فاحنا بنركز في مجموعه من الاهداف مش اهداف متعارضه يعني دايما عندنا كده مبدا في تحديد الاهداف مش حاسس ان هدف متعارض انا عايز ابقى لعيب كره عالمي وطبيب جراح قلب ما ينفعش ما ينفعش الاثنين دول ليه الاثنين دول حاجه اسمها المجال المهني فانا مجالي المهني انا في هدف كبير هناك رايح له فكل اللي انا بعمله في المهني راح الهدف ده تمام بيصب هناك على طول بالظبط كده بالظبط كده حاجه تانية بقى في الاهداف قبل ما نيجي نكتبها بعد ما قلت نفسك في ايه في بعض الحاجات علشان تتحول من امنيات لاهداف هنعديها على كذا مرحله كده اول مرحله هل الكلام اللي انت كاتبه ده واضح مفهوم ولا مش مفهوم يعني هل هو منطقي ولا سهل التحقيق ولا يعني لا منطقي قبل سهل ولا لا قبل سهل حتى لو صعب هل انا عايز ابقى مبسوط يعني ايه مبسوط مبسوط دي لو حطيناها على هدف مش واضحه يعني ايه مبسوط ليها افرا كتير يعني فراغ لا بس في ناس فعلا بتبقى بتجو جنرال مبسوط لان السبيسيفكس هي مش لقطاها دلوقتي حلو يعني انا او لو فكرت في السبيسيفكس تتضايق حاطط امنيه ان انا ابقى مبسوط بس لما اجي احولها لاهداف انا هبقى مبسوطه لما اعمل شوبينج انا هبقى مبسوطه لما اسافر انا هبقى في مبسوطه في حاجات كتير هتخليني دي مبسوطه أهداف بقى. دي اهداف تمام في حاجه هتعجبك قوي على فكره ان الشوبينج اصلا علاج نفسي يعني اصلا لا أنا انزل اشتري انت مش شايف اتبسطنا ازاي وانا قلت هعمل شوبينج انت مش شايف الضحكه ان الخروج هو نوع من انواع ان انا بفصل عن حاجات كتير وان انا اشتري حاجه لنفسي دي حاجه مهمه جدا حتى لو مش هستخدمها بتبقى حاجه وده فعلا احنا مجربين ده كتير قوي كلنا مجربين ده كتير ايوه ايوه امال بيجي يقول لك ده في مرض في ناس تقول لك انا عنده مرض الشوبينج مش للدرجه يعني مش انا مش عايز اوصل ان انا ابقى عندي مرض ان انا بشتري كتير وبنزل لا بس فكره ان انا مثلا
بيحسن المود، متضايق بقالي فتره فانزل اشتري حاجه لنفسي. صحيح. على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، هو لو حتى بتشتريها لغيرك يعني مجرد ان انت تنزل تشتري شويه حاجات تشتري، المهم ان انت تشتري. بس ما تاخديش معاكي راجل اهم حاجه. طيب احنا عشان الوقت بيجري مننا جدا جدا جدا، عايزين نقاط محدده في روشته كده تترجم او تلخص اللي انت قلت لنا. اقول نقاط صح؟ طيب مبدئيا قبل ما اقول النقاط، 2018 جت ب 365 يوم ب 12 شهر بعدد معين من الاسابيع بعدد معين من الايام، وكل اللي حصل فيها كان اختيارك او طريقه تعاملك مع اللي حصل. 2019 علشان تتغير هنعمل ايه؟ هكتب كل اللي انا نفسي فيه، هبدا اشوف اللي انا نفسي فيه ده ينفع احققه بامكانياتي اللي موجوده دلوقتي ولا اجله شويه لحد ما امكانياتي تعلى. امكانياتي هتعلى ازاي؟ طول ما انت ماشي بتحقق في اهداف امكانياتك تلقائيا بتزيد. راس المال اللي بنتكلم عنه كبزنس لما بيجي في العلاقات الشخصيه او في الحياه الشخصيه ما بيبقاش فلوس. انا راس مالي علاقات، انا راس مالي وقت، انا راس مالي مجهود، انا راس مالي افكار، انا راس مالي فلوس، انا راس مالي حاجات كتير جدا ممكن استثمرها واستخدمها في ان انا ابقى انسان افضل. جميل. حاجه مهمه جدا 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 جدا، لو عملت في 2019 نفس اللي عملته في 2018 فهيجي يوم 31 ديسمبر 2019 هتكتب نفس البوست وهتفكر بنفس ونقعد نفس القعده دي. فعشان يحصل فرق في النتيجه لازم يحصل فرق في السلوك اكيد او في الشغل. بس عندك امكانيات، خليك واضح في انك تعرف ايه هي امكانياتك اصلا، لان كتير قوي قوي مننا ما يعرفوش ان الامكانيات المتاحه معايا اقدر استخدمها استخدام يخليني افرق كتير قوي عن ناس كتير قوي واقدر احقق حاجات. يعني في ناس بيحصل لهم النقله دي بمجرد بس انا اعرف امكانياتي ايه واعرف اشتغل بيها ازاي واوظفها فين. طيب بالزبط. محمد، في ناس بالرغم اللي انت بتقوله ده بيعملوه بيمشوا عليه وبيحطوا هذه الاهداف والخطه وكل حاجه، بس في عوائق بتقابلهم خلال الفتره ويمكن الحاجات دي هم ما بيحسوش بيها، هو فجاه الدنيا بتقف كلها. ايه هي العوائق اللي ممكن تقابل اي حد من غير ما يحس؟ بس هو خليني حاجه اقول لك حاجه، مفيش حاجه اسمها فجاه الدنيا بتقف، هي الدنيا بتقف بمراحل. بس الانسان نفسه خلينا نتكلم بالانسان، يعني الفجاه ما بتقفش طبعا، ده بناء على الكلام النظري والعلمي وكل حاجه، بس الواحد نفسه طول ما هو ماشي كده فجاه بيلاقي الدنيا كلها اتكركبت وقفت من جميع النواحي، هل هو ما يبقاش عامل حسابه في حاجات؟ انت قولها لي بقى. في جزء بسيط جدا اسمه وانا شغال في الخطه بتاعتي او في الهدف بتاعي حاجه اسمها الرقابه والتقييم. دلوقتي احنا في المدينه هنا، لو ركبتي عربيه وطلعتي على الدائري وفضلتي ماشيه عشان تروحي مدينه نصر، بس فضلتي ماشيه على طول مره واحده لقيتي نفسك في شبرا مثلا او في في في, في الرحاب ايا كان، يعني يبقى مشكلتي الغلطه جت منين؟ الغلطه جت ان انت وصلتي شبرا، والغلطه جت ان انت وانت ماشيه في الطريق ما خدتيش بالك وعديتي المدخل اللي هتعدي منه. طيب. وفضلتي ماشيه ومكمله فمره واحده حصلت المشكله. ان انا طول ما انا ماشي بحقق في اهدافي لازم كل فتره على الاقل اعمل تقييم لنفسي، انا ماشي في الاتجاه الصحيح ولا لا، وارجع لها. انا المفروض ان انا الشهر ده المفروض كنت عملت كذا، طب عملت منه قد ايه؟ طب والقد ايه ده مناسب؟ طب القد ايه ده كان غصب عني ان انا ما اكملش ولا كان فعلا في ظروف؟ فابدا الشهر اللي بعده او الاسبوع اللي بعده احط حاجات مناسبه. لان انتوا عارفين موضوع مذاكره ليله الامتحان ده. أيوة اللي هو انا بحط المنهج كله في ليله الامتحان وبخلصه. ايوه وبخلصه فعلا. ده بيدينا هنا ان انا ما بعرفش انفذ اي حاجه لما اتزنق. فطول ما انا مرتاح وطول ما انا مبسوط اشتغل ليه؟ ايوه صح؟ نفس فكره الناس اللي عايزين يعملوا مبلغ كبير جدا ويقعد بقى ما يشتغلش. ده عكس الفطره الانسانيه، عكس الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، ان انت هتفضل في حاله سعي مستمر لحد ما تموت. فاول ما دماغك تعرف ان انت لو حصلت على الهدف ده هتريح، فمش هتحصل على الهدف ده. محمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. محمد شاكر خبير التطوير الذاتي نورتنا، وان شاء الله 2019 تبقى كلها هنا وسعاده، ويا رب الناس تكون استفادت من الشتا بتاعتك. ان شاء الله. شكرا جدا ليكم، ويا رب الناس تعرف تطبق الحاجات دي باذن الله. ان شاء الله. صباح الورد عليك مشاهدينا. فاصل صغير نرجع لحضراتكم مع فرقه دوري ميل غنائيه بعد الفاصل.